شعبك هاي واحد ثاني غير اس سي يو ما من كودون يقول الحج على بطان حكومة دي أي كتر سمعين الدفك الجنسيين يقول الحج على بطان وأي دويان وأي كل شيء سنو نيبان وهذه اللي بلي هاي أي نبض يو وراك يسولو وانت يو كشغيان إذا ماذا ده حسلدان أفنى بادئ جرادة كل واقعان حكومة دي نأي حاجة يجا دجال أبابيل يسوع عرات قبيل أبابيل يسوع لا وعم كي كستي هذلاه ودور يلا الله يلي هاي فيصل عك جارهان أي حكومة جار وبرتلمانسر يسوع عرباب يسوع فيصل عندي بوتاني اللي دلو أركاسي أنا يعني بوضياشي سي فيصل وحن أنا ور فيصل رج إذا كان جيبا بضان باهايا فيصل وح ألا وح جاريا مجراني نبا بعد ما وح لقاه يدوعي كالي عصر هذه الشيك تبيرا ملعبين أراد آد أهيسان إذا ماذا قرن كي أفرت بقولي حرم إيه الكودة حكومة دا سومالان أراد آد أهيسان فيصل عبد بوتانا اللي دينا اللي قد له إنت بوالي دكو بناي وحنا اللي يالي مايو فيصل يين تاسن يقول نبضا أنك أكيني ما نبضا ما أنك أقاد أنك أبالان جادنا إنا اللي قد دورين سومالي دان إنا هدي اللي بلي هاي اللي قد دورين أوك إنا اللي قد دورين ديقانة دي إسي سي أوك عينبا إنا اللي قد دورين باري إنا اللي قد دورين غريوت بلديك ميل إنا اللي قد يمين بيلاهان أنك أضمانت قادينا وحوهيان ما أنتنا حكومة الشيء كريلا تركوب كي إذا مل إذا مل إذا وتعسية ذي كريلا إورا كريلا وربحين كسو صار كريلا إذا كنا كإذا كي وسويت شيء يطول لحتى قو أنا أخذ بدين كريلا وكم كي كعلى ياي وهذا بعفرت بقول إيش نحتاج إيوه إن أي حكومة أود إذا شو بيسو سلو قري صوت ما هو عسو قري يفضي حد السلو قري إنه محابيس طال الله يو يسسي إنه محابيس طال الله يسوح يبقو وإنه يدا كسو جيدي إذا ماني يقل حساب تكي كسو جيدي إنه يدون يعني إنه يسسي كو جيدي يعني محابيس طال الله يسو تانا وحبه يهو وضد كقرات بضان وككرن وكبالارن وكما عدنا غيا وعن كل دوني هذا كنا نقولش يقوم حابيس طلبا ذا حتى قرا معها وانكر هذا اللي نهرج جرادد وحيل يقول شيء أنا جاي سند سعيد يوسف أفرني بيهور نقول شيء أنا وقار حريق جارين أو بيت غبان وحكي كل كله هو يقول إن الكل شيء إلى دودي جاري وتقال هذا لقوا قبطي لبا ذا نودن بي لا وعروسها وانو كان هذا اللي يرى وينو شاكر وكيشين إلي بيش عسو ديبان وقدبيان نمت قلي هنا هرقي سكوية مادة وحاسي هذا وقحوم هاي كوي هوري انو سوق هذا لا وعها يدريل كدولة دو بارنا إنا ندولة دو حبو قبان يقولي هالله قو حيستو ويهل كودي حيستو اي داو عيهين تاسوا سلاوي يا دير مركان كاقا وربحيو بقر حلاركي محابيس بدانو أي دلين عيدا ماذا هو أنت ميس السيدة وحل الشيغي يا ورن المحابيستي اللي هيا للابحو أديك محاكو قاره أدوك تهي بقر بعدامو ورركا صوبة أي سوصوت ريان أفتا أنو فوط الشب بضان بأدير تلا وحضرك إسا مرركا قار كوي شباب كلين إيين إن غصور دي قول يا دوا إيدا مدي قارنك مرركا قار كود نو حضرك إسا هذا وذاك يصير فيصل عنده مطار ونين أنت ما ليش يصير لك ترى فوت شغل جوز سمي فيصل هو اللي دري هنا اللي سمعناه والله صوبر اللي جايو اللي جالس بينه يو بين أبو اللي جالس بينه لكن بدوان هو مرة دنيار أنا يصير جوف في دجال كأنه قام حمى فر بدن سمي سي دت سي خلوا دري وجوف في يوير الكيمالي تا هرة دادورا عادي هرة لسلا تيدي ويجتي لكن أنا وحكا الله يا دكتي جرادة يا مامور كخاتمة سو قالي هل غف أو حقبة أنا يدين بلنا قاعدين هنا نكشرين هل غف أو لا تشرد لي هل غف أو سيح الله أجي حدي حتى غف الكل يبي أو كيري والله قلنا نبي أبيها أنا وان هو وان أجي وروح على دكتك إن أن 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 دريش ما في تعلو إن لو تشيستو وأن لو تشيستو دكتك هذي ولا لاي
dadkoodii waa la laayay ee 9 bilood baan qeyn iyo laa war dadka ma tacaa laga daayo warmaatadan iyo naagaha kan ee uur kale ee isku dhimanaya ma tacaa lagu dhimanayay aqooyaankan iyo shicibka kan la duqeynaya laga daayo war ciidanka oog hal la keeno war isaga ciidanku mid qabaan ka tininayay maanta in la yaado qof baan la ka dhiniyay ee nin baa si xil loo dilay ciidamada maxaa dadka saaw hadlayaan maxay uga hadli waayeen maalintii maatada madfaca lala duqeynayay dul joogeynay dul hoganayeen online ka soo baxa marka waxaan ku cadaynayaa intii la qabtay maxaabiista 400 inaan maalin hal qof jirdin loo geysan maalin baa waxa weeyaan hogaamiyuhu uu ka hadlay hal inan baa kamaradu la galay oo iyagoo qaar maxaabiista qaar cunayaan oo deedna waa tuur dhaqan xumada maxaabiista la hadlayo inankii waa la xilay way boqor hogaamiyaha SSC firdhiya waxa uu dhowr jeer ku goodiyeyn saraakiishii ciidanka isagoo weliba qaarkooda carabaabay oo Faisal Cabdi Bootaan jeneraalka carabaabay inay maxkamada marinayaan adigu mar haddii nimankii gacanta ku hayay ee maamulka ahaaba ay ku goodiyayaan warka aad sheegaysa war ka duwan maxaa adiga boqor waawaantaad wada ay tahay horta waxa weeyaan weligeedba somaliland merigii ti dagaaladii hore waad xasuutaa oo maxaabiista shoobatay waxay odhan jirtay maxkamad baanu saaraynaa laakiin dhaqanka soomaalida iyo intaan ognahay iyo rajadaan ka qabno iyo dareenkooda oo aan la socdo garaadada iyo maamulkaba macno u samayn mayso ninay qabteen oo sharaftii maxbuusnimo huwan maanta oo haddii allaba leeyahay soomaaliduna ma kala aargudato anigu waxaan hubaa haddii nabad la helo maxaabiista waxaan hubaa inay beri hore sii dayn lahaayeen maxaabiista waxaa meesha ku haya oo in laga wada hadlo diidan xukuumadda somalilan oo colaad abaabulaysa oo colaad shacab abaabulaysa oo doonaysa shacabku inuu istilo waxaanu annagaa ballan qaadaynaa iyagoo ballanqa iyagoo nabad qaba maxaabiista in laysdhaafiyo in lasoo daayo waxaan doonaynaa shacabka iyo ciidamada qaranka ee 400 ka xidhan yihiin inay nagu saaciidaan oo aanay dhegaysan maamulka xukuumadda somalilan ee doonaysa in maxaabiista la laayo inay nabadgelyada nala adkeeyaan inaan gogol nabadeed baanu ku xalinaynaa waxa weyaan dadka kan markaanu wada hadalay ee aanu ka wada hadlay garaadadu waxay aadeen waxa weeyaan iyagu maanta xuduudayadii baanu joognaa dadkana waxaanu doonaynaa nabadgelya ka horeysa lagu wada hadlo oo lakala saxeexado oo lagu wada hadlo taasaanu kusoo daynaynaa bay ade olredi waan ka wada hadalayba waxay u diyaar yihiin in laga wada xaajoodo nabadda gogol nabadeed bay ku dhawaaqeen gogoshii baan aqbalay madaxdhamaan qabaaska somalilan oo intay gogoshaa nagala shaqeeyaan dhaafkii maxaabiistuna laysku weydaarsan lahaa deegaankana loogu wada noolaan lahaa dad walaalaabaan aan kala maarmi karin oo wax badani ka dhexeeyeen oo wax badani ka dhaxan karaan oo ka wada hadli kara waxaasoo dhan wada hadal hadlaabaheshiiya bay ku imanaysaa anagu gogoshaa waan ka wada hadalay maamulka khaatimo waan ka wada hadlalay garaadada nabadda in la adkeeyo saacadda aan kula hadlayo telefoonkii telefoonka ka horreeyay iyagaan la hadlayay dhacda baanu ka wada hadlay indhicere ee ka dhacday gobolka sanaag oo nin lagu dilay meel la yidhaahdo borley oo soolgeriya ka mid a nabadgelyada aan ka xumahay waan u taasiyadaynayo